والله يا زراعة يا أهل الخير، والله الفلاح شو يريد يسوي بهالموس؟ اليوم كهرباء الدرهم 50,000 والسقاية 20 والبزر ما يقارب زاد ياكل الدرهم حوالي 250,000 أو 300,000 جزء حب. يعني شو يريد يطلع هالفلاح؟ لا دعم زراعة موجود، لا سماد موجود، لا مازوت موجود. هالدعم على الفلاح شو يريد يسوي؟ يعني اذا تحضر راس هالمال ايش قد يطلع اخر شيء مثل المطموره، يا يطلع خسران يا يطلع مسدد حاله. ومن شان الفلاحه يعني اولي على دور اولي كنت تفلح 20 30 دونم يجيني 40 50 شيله ما ها. اليوم والله نعاني من الماي والسقايه الدونم يريدون العام 15، السنة يقولون ترى قبل ترانا ب 20 نسقى الدونم.